هو نجم المباراة، هو نجم اللقاء محمد ختام المدير الفني. قراءة جيدة لفريق الوحدات، تكتيك منظم، لكن عيسى السباح ينطلق لعلي صلاح والرابع، الرابع يأتي. العراقي يتألق علي صلاح، علي صلاح يصنع الفارق من جديد، يصعب المهمة من جديد. فرصة طبعا، وتحية من عامر شفيع على طريق طبعا النجوم الاوروبيين. يا سلام يا علي يا صلاح، لكن يا سلام يا سباح، عيسى سباح لعبها له نموذجية، وطبعا قطع بشكل كبير. علي صلاح لعب متميز تماما تماما، اضافة قوية لتشكيلة فريق الوحدات هذا الموسم. اللاعب العراقي علي صلاح يصنع الهدف الرابع، ويضع عفوا الهدف الرابع، تصبح النتيجة 4-2. علي صلاح